السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم، ومعكم زيادادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق. شرف إلي الكبير ألتقي بكم، واليوم احنا عندنا البداية مع العود شلون راح تكون، لأن كثير من الأخوان يعني بأسئلتهم رادوا هذه الأمور واللي هي مهمة تكون جدا. أحب أنه أذكر أنه عندني نوعين من الدورات الموسيقية، 8 محاضرات بالشهر، وموجود تقدر تتصل عن طريق رقم الواتساب وتستفسر. الطريقة الأولى اللي هي أونلاين مباشرة لإخواننا في الدول العربية وحتى في العراق وفي مناطق أخرى في الخارج، في خارج العراق، في الدول العالمية. وعندنا دورات حضورية ببغداد، اللي يريد يحب واللي ببغداد يحب انه اونلاين، اوكي مجالس. فالاونلاين هي قبالي شلون الانترنت حاليا مباشرة، والحضوري موجودة اللي يحب يستفسر حاضر. بدايتك مع العود خلي في بالك عدة نقاط. النقطة الاولى انه التمرين مالتك راح يكون بهواي امور. يعني مثلا شلون هواي امور؟ الهواي امور هي من ضمنها انه تتمرن بدايتك الاوتار من فوق الى الاعلى، يعني تتمرن على عدد الريش. انت تتمرن 16 ريشه حسب، طبعا هنا في موضوع جدا مهم، وهو انت تريد تدرس على نوطه لو حرفي، انت تريد كهاو وتتعلم بس اغاني، هاي تختلف القضية. اوكي، واكو النوطة الموسيقية اللي هي مهمة جدا واللي هي توعيك وتخليك مثل الشخص اللي هو يمشي معاك يعرف يقرأ، والشخص وياك ما يعرف يقرأ الثاني، فصعبة تكون عليه بعض الامور، ممكن يندل المكان بس ما يعرف يقرأ. بالعود ايضا ممكن يعزف اغنية على سمعه بس نوطة ما يعرف يقرأ، وهي صعبة. لذلك اول بدايتك تكون عندك تمارين الريش. واضح؟ التمرين الثاني المهم لك سلالم. اوكي، على نفس القوة. طبعا هاي كلها تتمرنها مع المترونوم. يعني تبدي لازم ما يكون عندك ملل، واضح اخواني؟ ملل ما يكون عندك، فيكون عندك واضح. 1 2 3 4 واضح. خليه 50، خليه 60 مترونوم، وبعدين زيد، بعدين سرك. المدرس وحسب الأستاذ، الأستاذ يطيق جمل على العجم، لأن يعني يستلمك مقام مقام، إذا على العجم يطيق. طيب جمل بالتقاسيم، بعدين شي يطيق يطيق طالع من بيت ابوه بس بطيئة. يعطيك هاي البداية ويبدي وياك بالتسلسل. بدايتك مع العود، طريقتك مع العود، شغلك مع العود، يراد لك تتمرن، تقعد لك ساعة، تقعد لك ساعتين بالبيت، يعني بالليل من تجي ترتاح لك. وهذا ترى العود هو غذاء لنفسك. انت، انا بعض الاصدقاء ادرسهم ويقول لي هم تجيك تصير عندك هيك حاله؟ اي طبعا تصير عندي حاله، انه مثلا ما اذهب اتمرن اليوم بس مو ما اتمرن بكره، وبالتالي من ما اتمرن ديك راح تخشب. يعني ممكن انا ما اتمرن جوز عازب، بس جوز انت بعدك بالبدايه. واضح اخواني؟ فهي هاي الطريقه اللي قلت لكم بيها واللي هي
بالتالي راح تخليك انه على الطريق الصحيح. لا تنسون اللايك والاشتراك، وتحياتي لكم، ومع الف سلامه. واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقيه انا حاضر. مع السلامه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.